وهذه أصعب نقطة، أنك تلقى هذاك النقطة اللي منها فيها المقاومة وفيها القدرة على الاتصال بالعضلة تاعك. كي توصل هذه النقطة تقدر أي عضلة تدربها وأي عضلة تطورها وأي جسد تطوره، حتى وإذا كان صعب ولا ما كانش عنده الجينات الكافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كوتش وليد فيت ومعكم إن شاء الله في فيديو جديد. كنت ندرب على وضعية التدريب تاعي، على وضعية البوزين، ومن بعدها قلت علاه ما نديرش فيديو إن شاء الله نتكلم فيها مع خاوتي على الكارديو. هل أقوم بالكارديو قبل أم بعد التدريب؟ وما هو نوع الكارديو اللي نحتاجه؟ أولا باش نجاوب على هذا السؤال، يعني هل الكارديو يكون قبل حصة كمال الأجسام ولا رفع الأثقال، ولا بعد حصة كمال الأجسام ورفع الأثقال؟ لازم نعرفوا شو هو مصدر الطاقة اللي يستخدم خلال حمل الأثقال كمال الأجسام ولا خلال الكارديو. الجسد تاعنا كي يكون أي نوع من الأكتيفيتي، يعني من النشاط البدني اللي يكون قصير المدة ولا عالي شدة، لازم له مصدر طاقة اللي يكون سريع الاستخدام، يعني اللي يقدر يستغله بسرعة. وهنا في ذي الحالة هو الجلايكوجين اللي يفكك، الجلايكوجين اللي هي الكربوهيدرات والمياه داخل العضلة، يفكك ويحول إلى جلوكوز. الجلوكوز اللي هو أسرع مصدر طاقة في الجسد تاعنا. هذا الجلوكوز اللي هو السكر في الدم هو المصدر الأولي للطاقة، حتى بالنسبة للعقل تاعنا، لهذا أنا الآن مش قادر نركز لأنه مستوى الجلوكوز في الجسد تاعي راه جد منخفض. هنا خلينا العقل تاعنا يركز، تكون نشاطك البدني عالي، وكي يكون تمرين عالي شدة يستخدم الجلوكوز. في تمارين الكارديو يستخدم الجلوكوز في البداية، لكن كي لاحظ الجسد تاعنا انه التمارين راهو طول المدة تاعو راهي طويلة، يستخدم مصدر طاقة اخر واللي هو الدهون الثلاثية، تلاجليسيريد فات. الدهون الثلاثية اللي هي الدهون المخزنة في الجسد تاعنا كمصدر طاقة، لكن الدهون باش يستخدمها الجسد تاعنا لازم لها جهد كبير في التفكيك، مقارنة بالجلوكوز لازم لها عمل اكثر. والجسد تاعنا يفضل دائما انه يستخدم مصدر طاقة اللي يكون سهل عليه انه يستغله واللي هو الجلوكوز، الجلايكوجين. لهذا باش الكارديو تاعك يكون فعال لازم تفوت هذه المرحلة تاع استخدام الجلوكوز وتدخل في مرحلة استخدام الجلايكوجين، عفوا استخدام الدهون، يعني تفوت مرحلة استخدام الجلايكوجين اللي هي الجلوكوز الجلايكوجين كيفكك يولي جلوكوز، وتدخل في مرحلة استخدام الدهون. هنايا باش دير هذه لازم عليك الكارديو تاعك يكون طويل نوعا ما، يكون منخفض الشدة، يكون منخفض الشدة وطويل، الجسد تاعنا يفوت مرحلة استخدام الجلوكوز ويدخل في مرحلة حرق الدهون واللي هي اللي نحوسوا عليها. نتايا إذا بديت بالكارديو قبل كمال الأجسام وكانت الحصة تاعك طويلة في الكارديو، يعني قمت ب 40 دقيقة مثلا ولا 45 دقيقة، هنا ماهيش طويلة، راهي مليحة، 40 إلى 45 دقيقة ما تعتبرش طويلة وما تعتبرش قصيرة، يعني راك في الوسط. 45 دقيقة، هنا واش درت؟ راك فوت في مرحلة الجلوكوز استخدمتها ودخلت في مرحلة حرق الدهون، ثم تروح تقوم بتمرين المقاومة. لتمرين المقاومة لتمارين عالية الشدة، والجسد تاعنا صعب عليه أنه يستغل الدهون في تمارين عالية الشدة، لأن كما قلنا صعبة في التحطيم تاعها، لازم له حاجة اللي تكون سريعة الحصول عليها، لازم يحصل عليها بسرعة، لازم يلقاها بسرعة كبيرة، واللي هي كما قلنا الجلوكوز، الجلوكوز اللي يجي من الجلايكوجين اللي هي الكربوهيدرات والمياه داخل العضلة كما قلنا. ثم هنايا الجسد تاعك خلال التدريب راح تنقص الطاقة تاعو وتنقص الفعالية تاعو، وكي تنقص الطاقة تنقص الفعالية وانت تكون محفز بزاف وراك باغي تدمر الأوزان، هنا ممكن تجيك الإصابة لا قدر الله. لهذا من المفضل دائما أنك تبدأ بحصة كمال الأجسام، تستخدم الجلوكوز تاعك، تكون عالي الطاقة، عندك القدرة على التركيز، عندك ذاك الجهد البدني، تقدر تدفع أوزان كبيرة وتحقق المقاومة على العضلة وتخليك تستغل حصة التدريب تاعك وتدفع الجسد تاعك لبناء أنسجة عضلية جديدة. لأن الأنسجة العضلية الجديدة كيفاش تبنى؟ تبنى، خطينا من الغذاء نتكلموا فقط على التدريب، أنك توضع الضغط الكافي على العضلة، والضغط اللي يكون أكبر من ما متعود عليه العضلة، مما يخلي الجسد تاعنا راه كاين ضغط كبير راهو جايني، لازم الخطرة الجاية المرة الجاية يكون عندي القدرة الكافية ولا القوة الكافية ولا الكتلة العضلية الكافية اللي تخليني نقدر نواجه ذاك الضغط، واللي هي ضغط الأوزان. وماشي فقط الأوزان، حتى التقنيات، لأنه إذا درت 100 كيلوغرام في العملية في الصدر وقمت فقط بتحريك الأوزان وفقط سمول رينج اوف موشن، يعني
الحركه المدى الحركي يكون غير قصير، ما درناش حاجه كبيره، هذا كما يسمى بالانجليزيه الايجو تريننج، يعني كدير في الغرور تاعك، راك توري فيه روحك فقط. لكن نهضر لك على وزن كبير اللي دير به المدى الحركي الكامل وعدد التكرارات الكافيه. هنايا لك دير الضغط على العضله تاعك، لكن انك دير وزن كبير تقعد فقط بالتحريك تاعو وتزقي في الصاله وتحرك ثاني صغير، يعني راك الاولى كما بين قوسين تبهدل في روحك، والزوجه ما كاينش ريزولتا، ما كاينش نتيجه اللي تحوس عليها، راك فقط تدرب في الغرور تاعك وتوري في روحك. وقادر من على 10 سنين نرجعوا نلقوك في نفس الاوزان وفي نفس الجسد تاعك. لكن واحد اللي يدرب بذكاء يبدا بالوزن اللي يشعر به، كي يحس بلي الوزن تاعك راك قادر تحقق ذاك الاتصال العضلي مع العضله تاعك اللي تدرب فيها، راك تدرب في الاكتاف، تحس بلي ندرب في الاكتاف، ندير وزن اللي يخليني ما ندربش بسهوله لكن ندرب بطريقه صحيحه. يعني كوريكت فورم، يعني طريقه التدريب تاعي صحيحه، لكن الوزن يحقق لي ضغط العضله، مش وزن خفيف اللي نقدر ندير به 20 تكرار، ومش وزن خفيف ثقيل بزاف اللي كي ندير زوج تكرارات قادر نهلك روحي باصابه، ولا نحرك فقط الاوزان ونبدا نميل في كل اتجاه باش نفرد الوزن تاعي. لهذا حاول انك وزن تقدر عليه تدفعه ويحقق لك المقاومه العضله. حقق دائما، كن ذكي في التدريب تاعك، حاول انك تلقى الوزن تاعك، وهذه اصعب نقطه، انك تلقى هذاك النقطه اللي منها فيها المقاومه وفيها القدره على الاتصال بالعضله تاعك. كي توصل هذه النقطه تقدر اي عضله تدربها واي عضله تطورها، واي جسد تطوره حتى واذا كان صعب ولا ما كانش عنده الجينات الكافيه. صح، نرجع للكارديو. الكارديو دروك راك نتايا دربت فرغت مخازن جلايكوجين تاعك، يعني راح يكون اسرع بالنسبه ليك انك تدخل في عمليه استخدام الدهون، لانه مخازن جلايكوجين راك ماشي فرغتها بصفه كامله، لكن راك نقص منها بشكل كبير. والجسم تاعنا ما لازمش يفرغها 100% باش يروح للدهون، لكن لازم يستخدم نسبه عاليه من الجلوكوز قبل ما يروح للدهون. نروحوا مثلا الان لنوع الكارديو. انا اولا نفضل دائما انه الكارديو يكون بنسبة كبيرة، يعني إلا كنت تدير حصة واحدة خلال اليوم ولا دير زوج حصص صغار، هذا ممكن الكارديو تاعك تقسم على زوج حصص. إذا ما كانش يتجاوز ال 45 دقيقة نفضل أنه يكون حصة واحدة. حصة واحدة، وإذا كان عندك الوقت من المفضل أنها تكون في الصباح على معدة فارغة، يعني قبل ما تاكل دير فاستد كارديو ولا الكارديو الصائم. تقدر تتناول الأو آ الاحماض الامينيه والبي سي الاحماض الامينيه لانها مبسطه تفوت مباشره الى مجرى الدم وما ديرلكش عمليه افراز الانسولين، لانه اذا تم افراز الانسولين اللي يفرز بتناول اي شيء حتى الكربوهيدرات وحتى بعض الخضار، لانه حتى الخضار فيها شويه كربوهيدرات وشويه الياف، لكن هذيك الالياف تغير الكربوهيدرات لكن فيها افراز انسولين. لهذا ما لازمش عليك تناول اي حاجه اللي تفرز الانسولين، يعني ما تناولش كربوهيدرات، ما تناولش دهون، وما تناولش بروتينات، تناول فقط حاجه اللي مبسطه واللي ما تديرش افراز الانسولين مثل الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه بمختلف انواعها، نفضل او ا لانها اغنى بالاحماض الامينيه وفيها عدد اكبر من الاحماض الامينيه. ممكن تستخدم كذلك البرانش كومبلكس، يعني البي سي ا كذلك ممكن تستخدمها. تشرب البي سي اي تاعك وتقوم بالكارديو، ولا ممكن تشرب البي سي اي خلال الكارديو تاعك، ولا الاو ا خلال الكارديو تاعك. كملت الكارديو تاعك، لازم عليك تستخدم مصدر بروتين سريع على الامتصاص، الواي بروتين والايزوليت بروتين، لان هنا الجسد تاعك راهو كان في اطاء كاتابوليك، يعني كان في عمليه تحطيم، راك تدربت مده طويله كارديو مده طويله، تعطيه مصدر بروتين سريع للامتصاص. ومن بعد ايش دير؟ موراها تخلي بالوقت اللي تحضر الوجبه تاعك وكل شيء، تتناول الوجبه اللي تكون معتدله حسب الرجيم الغذائي تاعك، فيها البروتينات كربوهيدرات ودهون. صح، بالنسبه لي نوع الكارديو هنا بتوقيت الكارديو، ولا ممكن كذلك الكارديو يكون بعد التدريب، لانه بعد التدريب هنا فاني كذلك راك فاسد، راك قمت بتفريغ مخازن الجلايكوجين، وهنا راك تدخل كذلك في عمليه الصيام، ماهي صيام لكن بما انه مخازن الجلايكوجين راهي منخفضه ونسبه السكر في الدم راهي منخفضه، تكون نسبه الانسولين كذلك منخفضه، وهنا يسهل عليك عمليه حرق الدهون. بالنسبه لي نوع الكارديو، هل الكارديو عالي الشده ولا منخفض الشده؟ في زوج ملاح وفي زوج عندهم الجهه الجانبيه الايجابيه والجهه السلبيه. صح، انا نفضل انه يكون كارديو منخفض الشده لمده طويله، لانه كما قلت لكم الجسد تاعنا لازم له مده باش يبدا في حرق الدهون وينتقل من استغلال الجلوكوز الى استخدام الدهون الثلاثيه، تحطيم الدهون الثلاثيه. لهذا لازم يكون طويل ومنخفض الشده، لانه اذا كان عالي الشده راح الجسد تاعنا يفضل استخدام الجلايكوجين ولا الجلوكوز.
إذا كان عالي شدة، الهدف منه أنه يكون بالنسبة لشخص اللي بطأ من عمل الحركة تاعو لأنه قام بريجيم ماهوش ملائم ليه. كاين بزاف الأشخاص اللي اتصلوا بيا كيقول لي واش راهو ياكل، نخلع، لأنه صراحة حاسب باللي باش يدير ريجيم لازم ما تاكل والو، تاكل فقط البروتين والخضر. البروتين والخضر هذه وينتا يكون واحد يحضر للمسابقة وفي الآونة الأخيرة فقط. إذا قام بكل شيء بالطريقة الصحيحة، ممكن هذه تاع الخضر والخضر والبروتين فقط مع نسبة من الكربوهيدرات. دائما الكربوهيدرات كاينة ونسبة من الدهون، دائما خاصة الدهون. الكربوهيدرات ممكن واحد اللي يكون صعب عليه إنقاص ممكن نديرها صفر كربوهيدرات لمدة قصيرة بزاف، المدة قصيرة نقول لكم المدة قصيرة اللي هي أيام. لكن الدهون ما تكون صفر، عمرها ما تكون صفر، لأنها يعني تدخل في عملية إنتاج كثير من الهرمونات. وحتى عملية حرق الدهون في الجسد تاعنا كي ما يكونش كاين دهون يدخل الجسد تاعنا، دهون صحية طبعا، الجسد تاعنا ما رايحش يحرق دهون بالنسبة الكافية، خاصة كي تكون الدهون الأخيرة، هذيك الطبقة الأخيرة من الدهون اللي هي صعبة باش تخليك يعني تكون تفليكسي، تشوف كاين تقطيعات كل شيء لكن مازال كاين دهون. يعني بالنسبة لواحد اللي خبير يعرف بلي راه كاينة واحد النسبة من الدهون، نسبة من المياه، هذيك النسبة التالية من الدهون المياه تاعها متعقبة بالكربوهيدرات، لكن الدهون هذيك تدخل فيها عملية الاستهلاك الدهون اللي تتناول وحدها ونوع الدهون اللي تستهلكه. المهم باش ما نخرجش الموضوع، كي تكون انتايا مخفض الحريرات بشكل رهيب لمدة طويلة، الجسد تاعنا ذكي، واش راح يدير؟ راح ينقص من حرق الدهون. كيما في التليفون تاعك كي تكون الباتري يكون الشحن ناقص، يدير مود ايكونوميك، يعني عملية ينقص الإضاءة وما يخليكش تدير بلوتوث، ما يخليكش تدير الصون، ينقص كلش لأنه عارف باللي الإنرجي راهي قليلة، ما يستخدمش كامل الوظائف تاعو. الجسد تاعنا يقوم بعملية قريبة لهذا الموضوع، أنه يلاحظ أنه الحريرات اللي راهي داخله قليله بزاف، ينقص من الحرق. انت بلا ما تلاحظ راح تشوف باللي راك اقل نشاط، ما تقدرش تركز، تتنرفز بسرعه، واحد يقول لك السلام عليكم قادر تدابز معاه، خاصه بالنسبه للاشخاص اللي عصبيين، يعني الطبيعه تاعهم عصبي. هذا كي يدير ريجيم الا ما كانش الريجيم تاعو محكم قادر يدير كارثه، يدابز مع كاع الناس. صح، هنايا هذا السيد واش لازم يدير؟ لازم الاولى يطلع الكربوهيدرات، يطلع الحريرات بصفه عامه حتى وإذا زاد الوزن تاعو حاجة عادية. والحاجة الثانية ممكن يقوم بحصص كارديو هيت هاي انتنسيتي انترفال ترين، يعني يقوم مثلا بالجري بسرعة كبيرة 30 ثانية 20 ثانية، ثم يمشي بصفة عادية يعني 5 4 كيلومتر لعدة 40 ثانية. يعني يقوم بعالي شدة منخفض شدة، عالي شدة منخفض شدة، عالي شدة منخفض شدة، ويغلط بيناتهم. هنايا هذا الهيت هذا يكون مدة قصيرة 20 دقيقة، لكن يساعدك في عملية سيت ميتابوليزم، يعني ريسيت ميتابوليزم، يعني الميتابوليزم تاعك تعاود ترجعه للصفة العادية تاعو ولا المستوى العادي تاعو. هذا ما لازمش تستخدمه دائما، لأنه الأولى عملية الاستشفاء منه تتطلب مدة، لهذا كي تستخدمه دائما 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 الجهد العصبي كبير، لهذا الإصابة تاعك ممكن نسب الإصابة ممكن تزيد، فرص الإصابة ممكن تزيد. وثانيا تكون الطاقة تاعك أقل وتحس بأنك ضعيف، وكذلك أنك نهدرك من ناحية الأوزان، لأنه من ناحية كارديو فاسكولار العكس مليح، يخليك دائما ما تتعبش بسرعة، يعني كي تكون بجهد عضلي ما تتعبش بسرعة. لكن من ناحية القوة تاعك، القوة البدنية، يعني قوة ماشي تحمل، قوة رفع الأثقال، هنايا تنقص، تنقص بزاف. لهذا حاول قدر المستطاع أنك تخلط ما بين الاثنين، ممكن خطره في الاسبوع تقوم بالهيت وبقيه الاسبوع تقوم بالليس، يعني لو انتنسيتي، لو انتنسيتي ترينينغ، تمارين منخفضه الشده وتقوم بها لمده طويله. مثلا المشي، انا نبغي بزاف المشي لانه ما كاش فيه ضغط كبير، المشي سريع والاستشفاء منه يكون اسرع، وممكن تقوم به لمده طويله، ممكن تسمع بودكاست وتتمشي، دير اي حاجه وتتمشي، هذا يخليك ديرها لمده طويله مما يساعدك في حرق الدهون اكثر. انا هذا واش نستخدم. وعندي كيما الحصص اللي نعطيهم، حصص ليكور كوليكتيف، حصص الجماعيه، هي اللي تتطلب مني اني اقوم بالهيت، يعني بشكل غير مباشر ندخل الهيت في البرنامج التدريبي تاعي. لكن اذا ما كانش عندي حصص كور كوليكتيف ما نقومش بالهيت، نقوم فقط بالليس اللي هو طويل المده. راني نشوف لي الفيديو طويله شويه، ان شاء الله يكون الموضوع عجبكم. قولوا لي في التعليقات شنو هما المواضيع اللي كان حابينهم. ومن فضلكم، اليوتيوب ماهوش يقوم لنا بنشر القناة لأن توقفت عن النشر لمدة طويلة،
لهذا حاولوا أنكم تقوموا بمشاركة الفيديوهات في الفيسبوك وفي الإنستغرام، ساعدونا في نشر القناة، اشتركوا، فعلوا جرس التنبيه باش توصلكم تنبيهات، وإن شاء الله توصلكم تنبيهات الفيديوهات الجديدة. قريبا إن شاء الله راح نروح لباريس باش نقوم بالمسابقة تاعي، راح ندير لكم فلوج يوم في باريس، تحوسوا مع بعض إن شاء الله، نوريكم بعض الشوارع في باريس. قولوا لي إذا كان لكم الموضوع في التعليقات، وخبروني شنو المواضيع اللي راكم حابين تكلموا عليهم في التعليقات وفي الرسائل. راهم يجوني بزاف الرسائل بصح التعليقات ماكم ترسلوهم، ديروا لنا تعليقات باش الناس تشوف المواضيع اللي راكم باغيين نتكلموا عليهم كذلك، وحتى للالغوريثم تاع اليوتيوب كي يشوف بلي كاين تعليقات وكاين الاعجابات راح يقدم الفيديو لاشخاص اكثر، وهذا راح يحفزني ان شاء الله اني نقدم لكم فيديوهات اخرى. واش نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ربي يدوم هناكم، ونتلاقاو في ساعه خير ان شاء الله.